وما تدخلي بينا بقى على الذكريات الحلوه صح هدخل والكلام الحلو ده. احنا خلينا فعلا نروح بقى لنوستالجيا الاهلي، ان احنا بنتكلم لما بيبقى فيه تاريخ مميز كده بنحب ان احنا نذكر نفسنا وحضراتكم بيه، زي النهارده بالظبط 6 ديسمبر 2014 فاز النادي الاهلي ببطوله كاس الكونفدراليه، ده للمره الاولى في تاريخه لانها كانت البطوله القاريه الوحيده اللي لم تدخل بطوله او دولاب بطولات النادي الاهلي، لان اللي بيشارك فيها بيكون طبعا بطل الكاس واصحاب المركز الثالث والرابع بالدوري المحلي، وطبعا احنا بطل الدوري دايما. اللي حصل بقى في 2014 ان الاهلي خرج من دور ال 16 من دوري ابطال افريقيا ونزل بقى وقتها بقى للمشاركه في الكونفدراليه، ده وفقا طبعا زي ما احنا عارفين لنظام المسابقات. والجدير بالذكر ان دي كانت اول مره على الاطلاق بيشارك فيها النادي الاهلي في هذه البطوله، ووصل للنهائي وتوج بالبطوله بهدف في مرمى سيوي سبورت واللي سجله جلاد الحراس عماد متعب. بالمناسبه تعالوا نشوف مع كل حضراتكم هذا التقرير ونسمع الناس قالت ايه عن عماد متعب. اتفضل. الجون ده ما يتنسيش، هو عماد متعب نفسه ما ينساش الجون ده طبعا. الجون ده احنا كنا خلاص يعني حاسين ان البطوله خلاص بتروح مننا، بس الحمد لله الاهلي اصلا لحد الدقيقه 90 فيش يأس عنده. معروف ان الاهلي الماتش لازم يكون خلصان، خلاص الماتش يخلص يبقى كده خلاص نعرف النتيجه. جون هايل جدا بصراحه يعني جون فيه زي روعه يعني، هو بتاع السنه. ده يوم ما يتنسيش، ده يوم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي يعني. هدف جه في الدقيقه 96 يعني فرح شعب الاهلي كله يعني. من احلى الاهداف اللي الواحد شافها للكابتن عماد متعب، طبعا في اهداف احلى منه كتير، ما نسالوش جون اللي جابه في الاتحاد الليبي ده، انا يعني من اعظم الاهداف اللي جت لكابتن عماد متعب يعني. طبعا هدف جميل وهدف حلو قوي، وهو عماد متعب بني ادم خلوق جدا وبني ادم لعبه حلو، لعب الكوره بتاعه جميل وبيلعب بروح الكابتن الحمراء، فده لازم يعني اكيد. طبعا حاجه ما تتنسيش طبعا، هو يعني ده هو ده عماد متعب يعني، هو ده عماد متعب، هو على طول ما يعني الدقيقة 90 زي ما بيتقال يعني، فحاجة كانت محترمة وحاجة جميلة وكانت مفاجأة يعني، الناس كلها اتبسطت.